بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في البداية مرحمة وأدعو الله تعالى أن تقمد بالرحمة والعفو زميلتنا المرحومة بإذن الله هندو بنت الدية. السيد الرئيس، في ملاحظتين نختار نبديهم في قضية هاي التوصية، الله مقترح التوصية. الملاحظة الأولى عن هذا مقترح التوصية وثيق الصلة عضويا ومن ناحية الموضوع وناحية الاختصاص بالتوصية الأولى اللي هي موضوع عمل لجنة التحقيق، وبالتالي المحددات وتوسيع دائرة الصلاحيات مرتبطة عضويا، معناه ينطبق عليها نفس الشيء، معناها ذاك اللي المعايير اللي اعتمد عليها هيك الساعة بالإجماع، ذيك التوصية والمحددات والمواضيع اللي فيها هذه مرتبطة بها عضوية، معناها منطبقة عليها نفس المعايير. النقطة الثانية، هذه عبارة ثم اللي بشكل دقيق اللي وردت في النظام الداخلي للجمعية الوطنية للأسف، وهذا ثم اللي لا من مظاهر الفساد، ما قد خلقت ممارسة في الجمعية الوطنية تعطينا تفسير معنى الدقة اللي قد حد يتوسع فيه حتى كامل يدور يحارب الفساد، يا الله يتوسع فيه، وقد حد يضيق فيه غير اللي يضيق فيه بعد، ما فهم أساس قانوني بان عليه ولا فهم مولي ممارسة بان عليها وبالتالي هذا كامل اجتهادات وقطعنا لينتهى ونجتهدوا، يا الله خرصوا اللي فيه صالح البلد، خاصة من الناحية الأخلاقية به اللي اليوم اللي تعود موريتانيا جات عليها جائحة كورونا، موريتانيا فيها 10 أجهزة تنفس عند جميع قطاع الصحي فيها، ها نتيجة الفساد اللي يتحقق فيها هذه اللجنة. لين تعود موريتانيا اليوم قطاع الزراعي برقم من آلاف الهكتارات والمليارات اللي استثمرت فيها، ما تقد تغذي راسها بالخضروات والمواد الغذائية، هذا نتيجة الفساد اللي يتحقق فيها هذه اللجنة. لين تعود موريتانيا اليوم مكوناتها اللي تطاحن بيناتها به اللي فم المحسوبية وفم الفساد وفم التعيين اللي ما يخرج على المشاريع وفم عدم حساب وعدم تدقيق، هذا نتيجة الفساد اللي يتحقق فيه هذه اللجنة. أنا أخلاقيا ما قد نوقف ضده، ولا أنا شاك عن موريتانيا اليوم قد يوقف ضده، ولا تعود موريتانيا الشباب تطحنهم البطالة بها صفقات الفساد اللي يتحقق فيها هذه اللجنة، هاي من اللي يالله حد يوقف معه. هذا شاك عنه هو الإطار العام والمحدد العام اللي يالله الناس تفكر فيه، ولا تينا قابلين، وهذا لين عدني عن نوجه رسائل هون ثلاثة مهمات عندي. الرسالة الأولى له نقول حد كامله قد سير هذا البلد، والله اشترك في تسيير هذا البلد، ولين يطرح راسه على وسادته ويقول له ضمير وانت مسؤول عن الوضعية اللي فيها موريتانيا اليوم، يا الله يستقل ويا الله يتروق ويا الله يذم راسه. هاي الوضعية اللي فيها موريتانيا اليوم لا تشرف، وضعية خطيرة وتعرفوها كاملين، واللي قمض عنها عينه واللي سهى عنها واللي راقي قطع ليها يعرف عنها وضعية خطيرة. هذا حد إلى أن يعود القانون ما قد يكبحه، تكبحه مروته وأخلاقه وضميره، وتكبحه آلاف الجياع من بوادي الحوض الشرقي إلى نجاقو إلى بير مقراي في كل بلدة موريتانيا، ما تخرص على جهة، ما ألمك واخزق ضميرك. الناس الضعاف الحالة تمتينه، وهذا جاي من الفساد، بيلي لا كان ثرواتنا ولا كان فم كنترول ولا كان فم مراقبة وحساب، ما عود الموريتاني اليوم وضعتهم عددهم 3 ملايين برقم ثرواتهم الهائلة في الصيد وفي الزراعة وفي الاقتصاد وكل شيء، يعود اليوم فيهم واحدين للأسف الشديد حالهم يكفي عن سؤالهم. هذا هو السؤال المطروح. السؤال الثاني، الرسالة الثانية موجهة للسلطة الحاكمة، هذه السلطة الحاكمة بدون مجاملة، ويلا تعود الواضحة واضح، قضية واضحة، يتبين الخيط الأبيض من الأسود. هل أنتم مع استمرار هذه الوضعية على أسوئها التي وصفتها إلى أن تعودوا معها؟ معنى أننا نحن وأنتم ما بيناتنا شيء ولا خارطنا شيء، وطريقنا ما هي واحدة، قل هذه سبيلي، ولا أن تعودوا معدلين معها قطيعة معنا عنكم. الناس اللي فيها شبهة فساد،
الناس اللي قد تسجل عليها التاريخ حكم، والله شبهة فساد، والله شبهة تسيير اختلاس، والله كل شيء، ومسؤولة عن الوضع اليوم. يلا تقولوا لها ودعناكم المولان، لين ما تعودوا تقدروا تحاسبوها على الأقل قولوا لها ودعناكم المولان على الأقل. البلد مليء بالكفاءات، الكفاءات اللي في الخارج اللي هربت من هون عندها الاختصاص وعندها الكفاءة، هربت من هون بها الفساد ما جبرت روسها به، اللي هذا كأنه دولة بين مجموعة قليلة توزع عليها الثروات، توزع عليها المناصب والامتيازات، والموريتاني الأخرين ما هم حاضرين فيها. هذا هو موضوع تحقيق هذه اللجنة، يتسع ما اتسعت هذه الدائرة ويضيق ما ضاقت هذه الدائرة. وأعتقد أنه لا أحد يناقش في أن هذه الدائرة أنها واسعة في تشمل عموم موريتانيا وضحاياها أيضا في عموم موريتانيا. شكرا جزيلا. شكرا سيد الرئيس.